السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي احنا هنبتدي المحاضرة التانية من كورس الأوتوكاد للمهندس المدني. هنبتديها بان احنا ازاي دلوقتي نعرف نرسم بولي لاين، وايه الفرق بين البولي لاين واللاين. كنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت ان اختصار لاين عبارة عن ال، ندوس ال انتر يبقى كده ايه، نبتدي نرسم لاين. ادي رسمنا مجموعة من اللاينز. دلوقتي لو جينا نعمل سيلكت على اي واحد فيهم بيختاروا لوحده، يختار ده لوحده، يختار ده لوحده، تمام. طيب انا في حال من الاحوال مثلا بكون محتاج ان انا ارسم كلهم بيكونوا متصلين ببعض، اللي هو بقى البولي لاين، يا اما اختاره من فوق هنا يا اما ادوس بي ال انتر كده، ده بولي لاين. اعمل كده 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 كلهم حتة واحدة. انا لو عملت سيلكت على اي حاجة فيهم بياخد سيلكت على الايه، على الشكل كله. طيب ديليت دلوقتي. طيب انا رسمت مجموعة من اللاينز وعايزهم يتحولوا البولي لاين، اولا لازم الاول يكونوا ايه، كلهم يعني ملحومين في بعض، ملزقين في بعض، بس او معامل لهم ازاي احولهم لبولي لاين. او عامل سيلكت كده على اي واحد واقوم دايس ايه، اجيب بولي اديت بي اي انتر، ده ايه بولي انت، بولي اديت. يقول لك اصلا ان هو مش ايه، مش بولي لاين، انت عايز تحوله لبولي لاين، تقوم قايل له اه، هو مختار لك يس، تقوم دايس له انتر، تمام. بعد كده تقول له ايه، جوين، ان احنا ايه عايزين نعمل لهم جوين، وتختار الحاجات اللي انت عايز تعمل لها جوين، ده وده 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 وده، وتقوم دايس انتر، تقوم دايس ايه اسكيب، تخرج بره الامر. لو وقفت على اي حتة فيه هتلاقيه ايه بقى، تحول بولي لاين خلاص. لو جيت تقف عند اي حتة هتلاقي كله بقى حاجة واحدة. طيب دلوقتي انا عايز اعملها بطريقة تانية. مثلا ادي مجموعة من اللاينز اللي انتر اهم، عايز اوصلهم ببعض، ممكن اعمل عليهم كلهم سيلكت كده واقوم دايس هناك على موديفاي كده واقوم دايس ايه جوين كده. لو جيت اقف على حاجة فيهم خلاص يعني بقى بولي لاين، تمام. طيب دلوقتي انا بما اني قلت على البولي اديت، فالبولي اديت ايه، نقول كل اللي فيه. ادينا مثلا رسمنا لاين اهو، بقوم واقف عليه واقوم ايه دايس بولي اديت بي اي انتر، هيقول لك هو اصلا مش بولي لاين، عايز تحوله بولي، اقول له ريس، دوس له انتر. بعد كده مثلا بنحتاج في البولي اديت بنحتاج الويتس، ساعات دوس ويتس، نخلي الويتس بتاعه وليكن 2، دوس انتر، ندوس سكيب اهو. طبعا زي ما احنا، زي ما واضح قدامنا ان الايه، الخط زي ما هو، ليه سنتر لاين، ليه ستارت بوينت، ليه اند بوينت، بس بقى ليه سمك، زاد سمكه من الايه، من يمينه ومن شماله، تمام. يعني هو هو نفس الخط اهو، بس زاد ايه سمك ليه، تمام. زي ما قلنا بي اي انتر، وبعد كده ايه بتخش تختار تدوس يس، بقى كده ايه ويتس، والويتس تكتبه بقى على حسب ما يكون مناسب معاك في اللوحة بتاعتك، تمام. دلوقتي عايزين مثلا نعرف ازاي نرسم نقطة. نرسم نقطة ازاي؟ ممكن نجيبها هنا من درو مينيو، نفتح الدرو مينيو وبعد كده نشوف نجيب منين بوينت، درو بوينت سنجل بوينت، او تحطها في اي مكان كده انت راسم بوينت. طيب نعمل لها ديليت عشان ايه، اقول لك بقى الاختصار بتاعها بي او، هيقول لك بوينت، تقوم داس انتر، حطها في اي مكان كده انت شايف حاجه. اوكي المفروض انت راسم نقطه هنا اهي، بس مش باينه خالص. ممكن نقوم عاملين لها سيلكت ونقوم دايسين ايه، فورمات، فورمات في بوينت ستايل هنا، لحظه ندور عليها. فورمات بوينت ستايل، نختار اي شكل من الاشكال دي، هي هتفضل بوينت، بس ممكن بوينت على شكل دايره يعني، او ايه على الشكل ده اللي هو ايه، بس يوضحها لك بشكل كبير كده. طيب وبنخليها ابسوليوت دايما عشان خاطر ايه، ما تكبر وتصغر، بتكون يعني بتمشي مع التكبير والتصغير معانا. اليونتس تخليها يعني 0.25، دي حاجه انسب حاجه يعني، على حسب انت ومزاجك، تمام. وتدوس اوكي اهو، بقى شكلها يعني شكلها شكل دايره كده وفيها كروس من النص، ولكن هي في الاخر بتعبر عن بوينت. البوينت دي امر مهم جدا عشان خاطر اثناء ما المفروض تكون شغال على الساب هتمثل الكولومز بايه، ببوينتس، فلازم بتعمل الحركه دي. ف
فده مش امر مش بسيط يعني، لازم بتبقى عارفه كويس. ماشي ديليت. دلوقتي خلصنا حكاية البوينت. في بقى ايه الهاتش. دلوقتي هنخش على الهاتش. طيب الهاتش دلوقتي احنا وليكن راسمين مستطيلين كده اهو، اهو جوه مع بعض مستطيلين كده مثلا بالمنظر ده، تمام، ونلونهم كمان عشان خاطر ايه ندلع الباشمهندسين. ليكن ده احمر واللي جوه ده ايه اصفر مثلا. ماشي دلوقتي انا عايز اعمل هاتش. في حلين، ان انا اختارها من فوق كده هنا هاتش هيفتح لي المنيو بتاعت الهاتش على طول، يا اما ادوس اتش انتر بس اتش انتر فتح لي الايه المنيو بتاعت الهاتش وكل الحكايه، بس ان في بطء شويه لان يعني الكات تقيل ومنصور ببرنامج، ف خير ان شاء الله. المهم انا دلوقتي واحد عايز اعمل هاتش ايه ما بين المستطيلين، فانا اخترت ايه بيك بوينتس وموقف ما بين المستطيلين، عمل تهشير ايه ما بين المستطيلين، تمام. انا دلوقتي بشرح الفرق ما بين بيك بوينتس وايه وسيلكت. بيك بوينتس بتختار المكان اللي انت عايز تقف فيه وهيعمل سيلكت مع ايه، قصدي هيعمل هيشوف حدود الفراغ، يعني شوف الفراغ ما بين الخطوط وهيملاه لك ايه هاتش. يعني انت لو واقف جوه المستطيل اهو هيعمله كده، لو واقف كده ما بين المستطيلين كده هتلاقي المنظر ده، تمام. طيب سيلكت بقى، سيلكت ملوش دعوه انت هتدخل له ايه الريكتانجل ده هيملاه لك على الاخر، ملوش دعوه جواه ايه، اهو حاجه زي كده، تمام كده. فهمنا ايه الفرق ما بين سيلكت وما بين الفرق ما بين سيلكت وما بين ايه وبين بيك بوينت. نختار مثلا بيك بوينت وليكن ونقوم عاملين هنا. طيب دلوقتي في ايه هنا عندك دي اشكال الهاتش، هتلاقي كل الاشكال غالبا موجودة، ومنهم الكونكريت ومنهم اللي هو الطوب ومنهم كل حاجة. انا ناخد مثلا كونكريت حاجة بالمنظر ده، تمام. طيب انت شايف كده كونكريت في الموضوع ده، انت شايف كام نقطة؟ ده بقى نابع من ايه، من السكيل. في حاجة هنا اسمها السكيل، السكيل ده بتظبطه، السكيل ده بتظبطه بحيث يكون مناسب معاك، تكبر او تصغر لغاية ما يكون مناسب معاك. خليها مثلا 0.1 اه، بص الدنيا يعني بقت كويسة شوية. طيب خليها 0.05 او يعني حاجة كده معقولة خالص، تمام. طيب في حاجة اسمها انجل للهاتش، طبعا حاجة زي الكونكريت مش هتفرق معاك الانجل، بس لو حاجة زي مثلا لو التأشيرة 45، تأشيرة على 45 هيفرق معاك الانجل، ممكن انت مش عايزه يبقى بالمنظر ده، فالانجل بتاعتك ممكن تخليها كام، 45 كده. بص بقى واقف، الانجل دي بتقعد تلعب فيها زي ما انت عايز يعني على حسب ايه المطلوب منك. طيب خليتها 90 هياخد ايه الشكل التاني. طب 180 تقعد بقى ايه تشوف انت عايز ايه اهو كده، تمام ماشي. كده الهاتش لسه في حتة بس بسيطة. دلوقتي انت راسم اعمدة مثلا ريكتانجل اهو، العمود نقول 500 ملي في 25 في 250 ملي مثلا، هو ايه اللي حصل؟ ماشي ريكتانجل ونسبسفاي البوينت اهي، بعد كده اقوم قايل له ايه 500 ملي. ده كان رسمه فوق، ماشي اهو ايه وليكن ده العمود بتاعنا. طيب ناخد منه كوبي، عايزين مثلا نعمل كذا عمود اهو 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 اهو، اي حاجة عشوائية بس عشان خاطر ايه انا عايز اشرح حاجة معينة. ماشي دلوقتي
هخش على قائمة الهاتش اتش انتر. ماشي دلوقتي هو على 45 وزي الفل، وادوس بيك بوينت واقوم دايس هنا. هو اللي بس هنا السكيل نخليها 10 مثلا. لا 100. تمام كده نخليه ايه 200. تمام بقى كويس شوية. نقعد نعمل كده 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 اهو. انا بعمل ايه تهشير لكل ايه عمود منهم. خلصت الموضوع ادوس اكزيت خلاص. دلوقتي طيب انا اعمل ايه؟ انا مثلا واحد عايز اشيل التهشير بتاع العمود ده، انا مش عايز تهشير لاي سبب ما، انت مش عارف بقى تبقى محتاج ايه وانت شغال. تقف عليه وتدوس ديليت هتلاقيه اتمسح معاك. يا سبحان الله. ده ليه؟ ده ان انت عشان خاطر عامله سبريتش هاتش اصلا. يعني انا ما كنتش عايز اعمل كده بصراحة، انا كنت عايز او دلوقتي ايه كلهم مفهومش هاتش. دوس اتش انتر اوبشنز هنا عشان خاطر انا مختار ايه كرييت بريتش هاتش. لو انا ما كنتش مختارها بصوا ايه اللي هيحصل دلوقتي. بيك بوينتس. فانا يعني ايه دلوقتي بشرح ايه اهمية ان انت تبقى مختارها سبريت هاتش كده. ده لو مش سبريت هاتش بص هيحصل ايه. لو جيت تمسح عند مستطيل واحد هتلاقي كله اتمسح، فانت تكون مختاره كري اهوص كله على بعضه هاتش واحد. لو دوست ديليت هتمسح كله، فانت تكون مختار ايه كري. لو هتعمل حاجة زي كده كرييت سبريت هاتش اتش انتر. انا كنت مختارها قبل كده يعني فعشان كده عملت معايا من اول مرة. هنا اوبشنز كرييت ايه سبريت هاتش اهو، تبقى مختارها اعمل لها اكتف كده خلاص هتمشي معاك. تمام زي الفل. دلوقتي ما في ماشي. على العموم بس معلومة كنت يعني ناسي اقولها، انت لو رسمت لاين مثلا او رسمت عملت اي حاجة، عملت اي امر على الكات تمام وخرجت منه خلاص، عايز تعمل نفس الامر تاني من غير ما توجع دماغك وتايه وتكتب الا انتر وكده، مجرد ما تدوس سبيس او تدوس انتر. سبيس هي بتعمل نفس عمل انتر في على الكات. تمام تدوس سبيس بيجيب لك اخر امر انت عملته قبل كده، او هتلاقي رسم لك خط تاني. طيب انت مثلا كنت جايب اوبشنز اي حاجه اي حاجه اوبشنز او او بي فتحتها وظبطت اي حاجه جوه، وبعد كده انت نسيت ان انت في حاجه ما عملتهاش عايز تخش الاوبشنز تاني، اهو انا قفلت مجرد دوس سبيس اهو فتح لي الاوبشنز تاني. يعني كده سبيس بتعمل ايه؟ بتقوم لك بتعمل لك اخر امر انت كنت عامله تسهيلا يعني. خلاص تمام. دلوقتي اتكلمنا عن الهاتش وقلنا كل حاجة فيه المهم بالنسبة لنا يعني. دلوقتي في حاجة اسمها ماتش، ماتش بروبرتس. دلوقتي انت راجل رسم خط لاين عادي اهو، واخد كوبي منه راسم اخوه تاني يعني هو هو، بس ده عملت عليه تعديلات، خليت لونه احمر، خليت لي سمك. فاكرين السمك كنا بنجيبه ازاي؟ اللي هو بي اي انتر ونقول له يس ونقول له ويتس ونقول له عايزين وليكن 100. بقى لي ويتس. طيب دلوقتي انا عايز الخط الابيض ده يكون ليه نفس البروبرتس بتاعت الخط ده. طب اعمل ايه؟ اعمل حاجة اسمها ماتش بروبرتس. اقف على الخط اللي احنا يعني عايزين نعمل زيه وادوس ام اي انتر، هيقول لك ماتش بروبرتس، تقول له انتر، هيظهر لك علامة الفرشة دي. مجرد ما تروح وتقف على الخط اللي هناك هتلاقيه بقى لونه احمر، ماخدش السيكنس. ليه يعني نمسحه؟ لو راسمين خط جديد يعني نكون راسمين الخط الابيض ده بعد ده هيبقى بياخد الويتس. انا مش عارف الحكايه دي ليه بصراحه، بس دي عن تجربه هو مش بياخد الويتس غير تقريبا لما الخط ده يكون مرسوم بعد ده. هنجرب دلوقتي اهو، نعمل سيليكت على ده وندوس ايه ام اي اللي هو ماتش بروبرتيز اهو، اروح اقف هناك
ده ما خدش الويتس برضو عموما، يعني هو بياخد الويتس المفروض اهو، ادي الخط كده. على فكرة انا شكلي عرفت ايه السبب، عرفت السبب. السبب ان ايه، هو لما انت عايز تديله الويتس لازم يكون هو ايه، بولي لاين من الاول. لما تيجي ترسم ترسمه بولي لاين هياخد الويتس، لو رسمته لاين مش هياخد الويتس اهو. ادي لاين، جيت تعمل ماتش بروبرتس من ده، ام ايه انتر، وديت هنا مش هياخد الويتس. ليه؟ لانه اصلا مش بولي لاين، البولي لاين بس اللي يبقى ليه ويتس اهو. نرسم بولي لاين جنبه اهو، ولون ابيض اهو عادي خالص. اخد ماتش بروبرتس من هنا، ام ايه انتر، اروح هنا اقف ادوس، خد الويتس وخد ايه، وخد اللون وخد كل حاجه. تمام، ادي معلومه جديده انا اصلا كنت يعني غافلها. تمام، نمسح الكلام ده. ماشي، دلوقتي في حاجه اسمها الميرور، نخش على امر الميرور. اي شكل سيمتريك الميرور هيعمله لك بكل سهوله، مجرد ما ترسم نص الشكل تلاقي يعني حركة بسيطة كده بذكاء تعمل ميرور، خلاص خلصت الموضوع بتاعك، بدل ما تقعد ترسم الشكل كله مرة واحدة. طيب تمام، نشوف كده حكاية الميرور. دلوقتي مثلا انا راسم اهو نص بيت مثلا، اي حاجة، بيت بدائي جدا اهو، هو اللي كنا بنرسمه في المدرسة اهو. حاجة زي كده، رسمت نصه، مجرد ما عملت عليه كده سيلكت ودوست ام اي، لا ميرور ام اي، يا اما ام اي يا اما اطلع اختارها من فوق هنا اللي هو بالمنظر ده، اهي ميرور. تمام، بس ايه ابقى يعني عارف الاختصار احسن زي ما اتفقنا. ندوس ايه، نعمل الاكس اللي هو سيمتريك حوالينه، اكيد هنا هي سيمتريك حوالين الواي اهو كده بالمنظر ده. اقوم دايس كده نقطتين، اخد اي نقطتين واقوم دايس انتر، هو يقول لك نوت، قول له انتر. تمام، بس خلاص خلص الموضوع، بقى الشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده بقى ايه، بقى بيت جميل جدا. طبعا يعني هو مش كده بس بقى، يعني احنا عايزين نبقى فاهمين حاجة معينة اللي هو ايه. دلوقتي ده مستطيل اهو، وهرسم خط على بعد من المستطيل 2500 كده. المسافة ما بين المستطيل الأحمر والخط الأبيض كام؟ 2500. طيب أنا عايز المستطيل ده يبقى على بعد من الخط ده، يبقى على بعد من الناحية التانية 500. طيب ابتدي اعمل ايه، عايزه يبقى على بعد 500. طيب اعمل ميرور، امر ميرور اهو، 500 اصلا كان فيه 2500، يبقى امشي من هنا كام، 1500. ليه؟ لان المسافة كاملة ما بين المستطيل الموجود ده والمستطيل اللي هيتحط الناحية التانية هيكون كام، 3000 صح، 2500 هنا و500 بعد الخط. تمام، يبقى امشي من هنا كام، يبقى امشي من هنا 1500، لان هو ايه بيكرر لك المسافة، مشي من هنا مسافة هيمشي من هناك ايه زيها بالظبط. تمام، فهو عامل ميرور ام اي انتر، وامشي من هنا من طرفه او من اي جزء منه كام، 500 قصدي 1500 معلش اهو، وابتدي ايه اخده كده، قوم دايس انتر وقوم دايس انتر. تمام، انا لو جيت قست دلوقتي المسافة بميجر اهو من الخط ده والمكان ده 500 صح مظبوط. طب لو جيت اقيسهم ما بين المستطيلين وبعض،
الاقي ايه 3000. طبعا اهو انا عايز بس اقول ايه، ان الميرور انت عايز تعمل ميرور، خد بالك الاكس اللي انت هتعمله ده هترسمه اللي هو الخط اللي هو بيكون رأسي او افقي او على حسب بقى انت ومزاجك، على حسب الشكل اللي بتعمله سيمتريك، بياخد المسافة قبله نفس هي المسافة بعده. فانا لو عايز المسافة بين مستطيلين تكون 2000، فانا امشي كام؟ امشي من طرف المستطيل 1000. تمام تمام بتهيألي واضحة والموضوع بسيط جدا. تمام ديليت كده، خلصنا امر الميرور. نخش على امر ايه، في حاجة اسمها الروتيت. دلوقتي انا واحد رسم العمود بالمنظر ده، واكتشفت ان هو المفروض يعني افضل ان هو يكون واقف. طب اعمل ايه؟ اهو بكل بساطة اعمل عليه سيلكت، واما ادوس ار او اللي هو اختصار روتيت، يا اما اجيبها من فوق. فوق فين؟ هلاقيها هنا اهي روتيت، او ادوس ار او ار او انت، واقوم واقف. اختار الاول البيس بوينت. البيس بوينت دي يعني اللي هي النقطة اللي مش هتتحرك، نقطة في نقطة هيلف حوالينها، نقطة هتفضل ثابتة زي ما ليكن النقطة دي. هنشوف دلوقتي، هناخد بالنا نقعد نلف، ممكن نلفه كده كده كده، اي مكان انت عايز تلفه فيه ممكن تخليه كده بالمنظر اللي انت عايزه. انا مثلا عايز اخليه كده اهو، عملت له روتيت، يعني حاجة قمة البساطة مفيهاش اي مشكلة. تمام، في حاجة بقى اسمها اللاين. اللاين دي ازاي؟ انا واحد راسم مستطيل، المستطيل ده فين الروتيت؟ اهي المستطيل ده مايل بزاوية معينة، انا واحد مش عارف الزاوية دي اصلا، وعندي خط مايل بزاوية تانية مش عارفها، انا عايز حاجة فيهم تاخد نفس زاوية، يعني انا الخط الاحمر ده عايز اخليه ياخد نفس زاوية الريكتانجل من غير ما اوجع دماغي واقعد اقيس الزاويه بتاعت الريكتانجل وايه واخلي الخط ازاي والشغل ده. في حاجه بسيطه جدا اسمها الاين، اي ال انتر، اختار الاوبجكت انتر، ومختار ايه الفيرست سورس بوينت، يعني نقطه من ايه، من الحاجه اللي انا عايز احولها اللي هي ايه الخط. انا عايز دلوقتي احول الخط ياخد نفس ميل المستطيل. تمام، او واقف على اي نقطه من الخط، وهم طالع ايه لنقطة من هيقول لك ايه اللي عايز بقى النقطة التانية اللي من المستطيل، اقوم دايس على المستطيل، اقول لك بقى هات النقطة التانية من الخط اهي والنقطة التانية من المستطيل اهو، اقوم دايس انتر، اقوم دايس انتر، لقيت ايه الخط راح لزق في المستطيل، خد نفس ميله، بقوا الاتنين على نفس الايه على نفس الخط. تمام زي الفل، كلام كويس جدا. طيب كنترول زد كنترول زد. دلوقتي انا لو عايز اخد المستطيل اخليه على نفس ميل الخط، نفس الكلام ما فيهاش اي مشكله، اي ال انتر، يقول لك عايز الفيرست سورس بوينت اللي هي دي، والسكند واللي هو الفيرست بقى من الخط اهو، قوم دايس انتر، قوم دايس الفيرست من هنا واقوم دايس هنا اهو، قوم دايس انتر، دايس انتر او المستطيل ايه خد ايه نفس ميل الخط وراح ينطبق عليه. تمام، بس بقى كده عايز اعمل له موف واوديه في اي مكان مفيش مشكله بقى، انا خلاص عرفت الفكره اهو. بس هو كده ايه خد نفس الميل، عايز تنقله بقى في اي مكان مفيش مشكله، انما هو ايه واخد نفس الميل، واخد نفس زاويه الميل. تمام، نمسحهم الاثنين كده، خلاص خلصنا امر اللاين. دلوقتي هنخش على ايه، على حاجه مهمه جدا وهي الري، وده ونكون نهينا بيها ان شاء الله المحاضره الثانيه، المحاضرة عموما يعني المحاضرة الثالثة والرابعة من أهم المحاضرات، دول أهم حاجة. خلاص دلوقتي احنا هناخد أمر أري، برضه بينفعنا في السياب أمر أري، هنشوف دلوقتي هنعمل ايه. دلوقتي عندنا مستطيل بالشكل ده، عندنا دورية بالشكل ده، عندنا مثلا وليكن أرك بالشكل ده، لسه هناخد الأرك بالتفصيل، ولكن لكم بالشكل ده مثلا. تمام، وعندي دورية صغيرة
بالمنظر ده، اخليها لونها احمر، اخد منها كوبي تمام. طيب انا دلوقتي وليكن مثلا ده يعني قطر الايه السيخ ده، يعني ده سيخ مثلا جوه عمود اي حاجة، انما في الساب يعني هنعرف الاري بالظبط يعني بنستفيد منه ايه. هيكون بيستفيد منه ان انت وانت بتعمل فايل الدي اكس اف بتعمل منه شيلز، كلام سابق لاوان وهتعرفه كده كده. المهم يعني تبقى عارف ان الاري ده حاجة مهمة. طيب الاري ده اهو هنا، ممكن تجيبه من هنا او ممكن تدوس ايه اي ار انتر. لو دوست اي ار انتر هيقول لك انت عايزه ريكتانجلر ولا باص ولا بولر. هناخد واحده واحده. يعني اللي عندنا دلوقتي ده هيكون ايه ريكتانجلر، قوم داس ريكتانجلر على طول اوتوماتيك، هيقوم هو ايه عامل لك شكل ريكتانجل بالايه بالشكل اللي انت كنت عامل عليه سيلكت اصلا. تمام. طيب انت بقى عايز تعمل حاجات معينه تظبط الريكتانجل ده على قد المستطيل اللي معاك ده مثلا. تمام. هيقول لك ايه اول حاجه، عدد الكولومز الاعمده، عدد الأعمدة وليكن نخليه احنا هو مديهولنا دلوقتي 4، انت خليه 1 تخليه 6 مثلا. تمام اهو بصوا بقى 6. تمام. الديستانس ما بين كل ايه سيخ والتاني، او ما بين كل دورية والتانية. طيب الديستانس دي تتقاس من فين لفين؟ من السنتر لاين للسنتر لاين، فنخليها مثلا 1400، نخليها 1200، مفيش مشكلة احنا بنجرب يعني احنا مش بنعمل حاجة دلوقتي دقيقة. نخليه 1200 نخليها كده مثلا ماشي. ويقول لك هو دلوقتي الايه نمبر اوف روز، النمبر اوف روز نخليها 3 زي ما هي مثلا، ده اي عدد الصفوف ماشي. والديستانس نخليها 1100، خليكن 1100 ماشي. نقدر بقى نمسك خلاص كده، خلاص كلوز الاري ده خلاص. ممكن نمسك بقى الشكل ده كله، النقطة الزرقاء اللي هو على شكل مربع تمسكه منه تنزل تطلع تروح مطرح ما انت عايز. تمام. طيب في هنا ايه سهمين، سهمين ايه لفوق وسهمين ايه بالجنب كده. طيب ايه السهمين اللي فوق دول؟ السهم الاولاني اللي لفوق ده بي ايه بيعمل لك ايه، يزود لك عدد الايه الصفوف. طيب السهم الايه ده بقى بيزود لك المسافة، المسافة ما بين كل صف والتاني اهو، نقللها مثلا اهو بص قللها كده زودها بس كده بالحب يعني، او انت بتدخلها اهو بيسمح لك ان انت تدخل المسافة. تمام. انما هنا ده برضو بيسمح لك انت تدخل كام تكتب له او ايه او تمشي كده بالحب برضو لغاية ما ايه توصل اهو كده مثلا. تمام تمام. طب هنا نفس الكلام طبعا يعني مش محتاج، هنا ده هيزود لك كام عمود انت عايز، وهنا ده هيزود لك ايه المسافة ما بينهم ماشي. يعني احنا كده اتكلمنا عن الريكتانجلر تمام، دلت ملوش لازمة. دلوقتي عايزين نعرف البولر. هو على فكرة الريكتانجلر هو ده اللي بيبقى ماشي، ده اللي بتستخدمه كتير كمهندس مدني، بتستخدم الريكتانجلر اكتر حاجة. تمام. نشوف برضو البولر ونبقى عارفين ايه كله بيبقى ماشي ازاي. دلوقتي بعمل سيلكت على الدورية بتاعتي وقوم دايس ايه اي ار انتر، وقوم قايل له ايه بولر. هيقول لي قول لي النقطة اللي عايزني اعمل حواليها، او ما انا عايز مثلا اعمل حوالين السنتر بتاع الدورية الكبيرة، قوم دايس كده. هو على طول افتراضي هيقوم حاطط لي كام، قوم حاطط لي 6 دوائر. طب انا عايز ازود، عايز اقلل، عايز اشوف المسافة ما بين كل واحد والتاني، اهو عندي الكلام ده برضه. عايز بدل 6 اخليهم 20، اي رقم اهو مش هيقول لي لا، اهو بقى 20. المسافة طبعا هتضيق لان انت بتوزع. طيب السهم ده انت ممكن ايه تتحكم تخليها ايه نص الدورية بس، نص الدورية بس ربعها بقى يعني كده اهو، اهو حاجة زي كده شغل يعني، ما يعني بتاعي ملوش لازمة يعني. تمام. على العموم ايه نبقى عارفين كل حاجة خلاص. يلا ديليت. نشوف ايه هنا مثلا على الارك ده، نقوم ايه عاملين سيلكت برضه على الدورية الحمراء بتاعتنا، نقوم دايسين ايه اي ار انتر.
طيب دلوقتي احنا عملنا ريكتانجلر وعملنا البولر، يبقى ناقص لنا ايه؟ الباث. ندوس على الباث وبعد كده نقوم ايه مختارين الايه الكيرف ده او الارك ده، اهو خد شكله، خد نفس الباث بتاعه. شاف اول دورية مبتعدة السنتر بتاعها بعيدة عن الخط قد ايه، بس وابتدى ايه يرسم دوريات نفس الايه البعد بس، والمسافات ما بينهم ممكن تظبطها انت من هنا او ممكن تزود عدد الايتمز او ايه زي ما انت عايز. لا مش ممكن تزود عدد الايتمز، ممكن تعالى تزود عدد الروز تخليها مثلا تو رو اهو، بص بقوا صفين، خلى فور مثلا اربع صفوف اهو. طيب انت عايز المسافات تقلل ما بين المسافة ما بين الرو التاني او تزودها تخليها وليكن تقللها خليها 1000 اهو، قربوا من بعض. طيب المسافة ما بين كل دورية والتانية خليها 2000 مثلا اهو، بعدوا شوية تمام. آه زي الفل طبعا، يعني ما بتهيألي الكلام ده بسيط جدا. اهم حاجة تهتم بالريكتانجلر ده اللي هو المهم يعني في الاري، تكون عارفه كويس، والباقي ده ايه يعني مش مالوش استخدام قوي. تمام كده خلصنا المحاضرة التانية. طبعا هيكون فيها اسايمنت ان شاء الله. المحاضرة التالتة والمحاضرة الرابعة من اهم المحاضرات دول، يعني اللي فيهم الكلام الكبير كله ان شاء الله، هيكون فيهم اللايرز، هيكون فيهم ازاي نعمل تكست، هنعمل دايمنشنز، هنعمل ازاي هنعمل ماتش بروبرتيز بقى ايه، ناخد يعني هناخد من فايل كده اسمه بين اساينمنت وهنعمل منه حاجات كده معينة، وهيكون فيه في الاخر خالص البرنت. يعني ان شاء الله هتستفيدوا فيهم كويس جدا، فتكونوا مركزين فيهم ان شاء الله. تمام يعني يا رب نكون وصلنا معلومة كويسة بس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.